هذا البرنامج يقدم لكم برعاية Elegance Plus. Discover the best luxury cooker collection. Max Store. Max de qualité. Max de confort. هذا البرنامج برعاية يقدم لكم هذا البرنامج برعاية المرجان. مع المرجان ديما فرحان. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية ماكويزين. أمسية سعيدة مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حصتكم المحبوبة اللي تأتيكم يوميا على قناتكم البلاد تي في. يلا مشاهدينا الكرام، كما جرت العادة ولا قوسية لا باش تدونوا معنا الوصفة تاع اليوم. في نفس الوقت نذكركم برك بلي تقدروا تتصلوا بنا على الأرقام الموجودة أسفل الشاشة باش تشاركونا الحصة تاع اليوم. في نفس الوقت تشاركوا معنا في الطنبولة اللي دارتها لكم ماكستور. مريم مرحبا بك. أهلا وسهلا سليمان، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حصتكم المحبوبة. دائما نجيب لكم وصفات خفاف نزيد لكم معاهم نرفقوهم بتحلية. الوصفة الأولى هي عبارة على أن غراتان، جبت لكم بدينا نعيو شوية بالمراقي بدينا، إذا جبت لكم غراتان تاع الكورجيت ولا لازانيا بلا كورجيت. لا كورجيت راهي في متناول الجميع، السعر تاعها راهو يعني حبط في الأسواق وراهي متواجدة يعني طرية ما شاء الله. إذا جبت لكم وصفة تاع غراتان تاع كورجيت ولا لازانيا بلا كورجيت. إذا مشاهدينا راح نبدأ مباشرة بالمقادير ونذكرهم فقط بالطنبولة يا سليمان. يلا مشاهدينا الكرام، الطنبولة راح تكون عبارة عن أستيس ماشي سؤال، نكذبوا عليكم نقول لكم أنا ندير لكم في الكيستيون حاجة خفيفة تبعونا شوفوا واش رانا نديروا واش رانا نحطوا تقدروا قاعد تجاوبوا. زائد على ذلك نرحبوا كامل بالسبونسور تاعنا ماك ستور اللي يدير لكم الطنبولة. عندنا منتوجات المرجان، عندنا شركة بلاط، عندنا منتوجات مهدي، عندنا مسعد صودا للمشروبات الغازية والمياه المعدنية، عندنا لاتينا للطماطم المصبرة والصوص الخاصة بالبيتزا والمعجون وعندهم تانيك العصائر المركزة، وعندنا تانيك مشاهدنا الكرام شركة موندو للفرامج والحاجة اللي تبنن لكم المملحات تاعكم، وعندنا تانيك مشاهدنا الكرام لا كويزين رافينا برعاية ماكرياسيون كويزين وعماد شوب للأواني. شكرا، هذوما كامل راهم حاضرين معكم في كوزينتكم لهذا السنة ان شاء الله. اذا يلا مشاهدينا راح نشوفوا الوصفه تاعنا كيفاش راح نحضروها. انا عندي البصله ديالي هنا، حبه تاع البصل عاشي، راح نضيف عليه وصفه خفيفه ظريفه. هنا اللي ما عندهاش اللحم المفروم تقدري سيدتي تستعملي الدجاج المفروم، لكن الاختيار عادي، تقدري تستعملي يعني النوع تاع اللحم اللي حبيتيه. اذا احنا واش درنا، انا درنا لا فيوندا شي تاعنا، ضفنا عليها البصل، مباشره راح نضيف الملح ديالي. عندنا الملح، نذكرهم فقط انه الوصفه راهي في الشاشه. يلا مشاهدينا الكرام ركزوا معنا بس نستناو في اتصالاتكم، رقم الهاتف موجود اسفل الشاشه، كثرونا الاتصالات باش تعطونا رايكم وتشاركونا وتحلل الحصه تاع اليوم غير بالمكالمه تاع اليوم. في نفس الوقت نقول لكم برك باللي هاد السمانه مازلنا ندو في هذوك الرابحين باش ان شاء الله باذن الله يكون السحب في بدايه السمانه الجايه. صافي كل سبت باذن الله راح يكون السحب خاص بالسمانه كومبليس، من يربح اليوم والبارح وغدوه ان شاء الله وغير غدوه اذا كان في العمر باقيه راح يكون السحب تاعهم يوم السبت ان شاء الله. يلا مريم دارت حبيبه تاع البصله فيون داشي، دارت الملح في الفلفل الكحل والثوم. الكحل والثوم زيد نقلوا جيدا. زيد بيس هذا واش عندك؟ هذا ما كان نديروا الملح في الفلفل الكحل لانه راح نديروا صوص طوماط. يلا هاد الوصفه جد رائعه. عندي المول تاعي مشاهدينا راح ندهنه بشويه تاع الزيت، هنا اللي راح ندير المونتاج ديالي. عندي الكريمه السائله، عندي القرعه ديالي اللي كنت اقليتها، الزيتون كونكاسي معدنوس، وهنا لا طوماط سوغيز للتزيين. التذكير فقط مشاهدينا راح نستعمل صوص طوماط تاع منتوجات لاتينا، هذه اللي راح تبنني الطبق ديالي. صدقوني جربتها ديجا خرجت روعه في الطبق تاعها، ما فيهاش هذيك لاسيديتي يعني تنقص عليهم في دقيقه 90 يفتح لابوا ديريكتومون. فوالا نحطوه مباشره. اذا نقلوا اللحم تاعنا جيدا بهذا الشكل،
حتى وين يتحمس تماما. اش رايك الاجواء عندك في المنزل مريم في هذه الايام؟ ديجا 15 يوم بدينا الانسان ماشي بدا يعيا، يعني الحمد لله على كل شيء، ولكن كما يقولوا الاكل بدا ينقص. حنا المنحنى بداو يهبطوا، بدينا نحبطوا، ما نحبوش ناكلوا بزاف، ما بصح تقعد الشربه هي طبق رئيسي ما نقدروش نبدلو مع البوراك. ما شاء الله ربي يكتبنا من الصيام. مي الاطباق الرئيسيه نبدل، انا نحب نبدل، نحب حاجات خفيفه، دي فوا ما نديرش كامل، نديرش لاده تكفي. حيا الله توجد مكالمه مريم. ها تفضل سليمان. السلام عليكم سيداتي. السلام عليكم. واش راكي صحه رمضانك؟ مرحبا بك. الله يسلمك خويا، صحه رمضانكم. واش راكي مع الصحه؟ صافا لاباس؟ لاباس الحمد لله. فين راكي تصلي بينا؟ من البليده؟ من البليده. منين اكزاكت في بليده؟ دغني انا غير جارتك. جارتي؟ وين جارتي؟ هيا قولي. نعم. مرحبا بك، يلا قولي لي كيفاش راهي الاجواء عندكم؟ كاين الريحه تاع رمضان، كاين ال والله الله يبارك الحمد لله. ما شاء الله، قولي لي مولفة تشوفي الحصة ولا أول خطرة؟ مولفة نشوفها، من العام اللي فات وأنا نشوفها. متابعة وفية يسمى. يلا قولي لنا برك حاجة. يعني درت شحال يعجبوك من عندكم. يعجبوك الوصفات. الله يبارك. أي شكرا سيدي. يلا باش تشاركي معنا في الطنبولة تاع اليوم. هاكي معايا أختي، باش تشاركي معنا في الطنبولة تاع اليوم. اوكي ان شاء الله. يلا قولي لي برك ما هما لي زيفيس اللي دارتهم مريم في هذاك لافيون داشي مع البصل؟ نورمالمون ماشي في الحل. سؤال بجد وبسيط. يلا شكرا سيداتي، نقول لك صحه فطورك، صحه رمضان، قاعدين قاعدين. شكرا تعيشي، شق قاعدين برك معنا باش يشدوا الارقام الخاصين بك. اذا مشاهدينا شوفوا لا فارس تاعي تقريبا راهي طابت. ايوا نتوما في المنزل خذوا كيما يقولوا وقتكم، خذوا راحتكم. حنا باش ماذا بيا نوريكم لي زيتاب تاع الخدمه ولا المراحل تاعها، وانتوما بيان سور المهم تدوا على بالي بلي كامل راح نجربوا هاد الكغاتا على جال الكورجيت، راهي في متناول الجميع ما شاء الله. دوك واش تضيفي؟ راح نضيف هنا الطماطم المصبره ديالي مباشره، لاصوص طوماط تاعي وجده من منتوجات لاتينا. وي بيان سور، ويلا خصت راحين نزيدو لديك. فوالا جيد، عطيني شويه. حاشاك سنين، حبيت نعطيها واحد التدبيره. تفضل. شفتها مشاهدينا الكرام في ديوركم كي يقعدوا لكم لي بواطا كافيرغين ولا اللي يخدموا العراس ولا زيفالمون ولا اصحاب لي ريستورون ولا تخلوا بزاف لابواط هكا من بينهم اللي خدامين اللي يخدموا معايا من فضلكم، وغلقوا لابواط حتى لتحت باش ما يقيسوهاش خوتنا وخياتنا النظافين. شحال من واحد راه يقطع يده يجي يرفد ما يجيبش خبر كثر تاع دوكا في رمضان، تكونسوميو بزاف هاد لي بواط، من فضلكم لابواط وغلقوها للداخل. الله يعطيكم الخير، خاصة الزجاج سليمان. اه هاد لابواط هادي تقطع لك يدك ما يقدروش كامل يخيطوك. نزيدو لا دوزيام بواط. وجايه مليحه مايه روعه، ميم قلت لك سليمان الحلاوه تاعها ماشي ما فيهاش الزريعه لداخل. فوالا ما فيهاش لاسيديتي. هنا نذكروا فقط انه راني ندير في لاصوص طوماط اللي لحق بينا دوكا، لاصوص طوماط منتوجات لاتينا، ماشي يقولوا راني ندير في لا طوماط كونسونطري، لاصوص طوماط كاين بزاف اللي يحب. هنا اللي ما عندهاش ماهيش متوفر عندها. مريم في الاولى طبقي المعلومه تاع اليوم. انا نقدر نكرازيها. شكرا معليش هكذاك بزاف. يلا فوالا، اذا هنا بالنسبه لي ما عندهاش لاصوص طوماط هذه وجده، تقدر تستعمل عادي منزليه. صح منزليه، حضريها بحبه طوماطيش تكون مرحيه، شويه تاع الثوم، الملح، فلفل كحل، زعتر، ورند، وقعدي تقليها فوق النار حتى وين من بعد ضيفيها في لافيون داشي ديالك. هنا لازم نقلو شويه كامل حتى تحسيها بلي بدات تنشف. فوالا هنا الا شفناها نشفت نزيدو لها شويه تاع الماء، مادا بيا تكون فيها شويه لاصوص زياده. يلا توجد مكالمه. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم مدام. الو السلام عليكم. واش راكي سيداتي لاباس بخير؟ لاباس الحمد لله بخير. واش راه من الناس النعامه؟ لاباس وراك بخير. تحيه كبيره لكم سيداتي، كيفاش راهي الاجواء عندكم؟ كيفاش راهي الحاله؟ لاباس والله الحمد لله كاملة حال الاجواء. ما شاء الله ما شاء الله، مولفه تشوفي الحصه هذه مدام ولا اول خطره؟ اه واه من بس نشوفها. هاي متابعه وفيه يسمى. لا نتبعني شوف شكل المال. تعيش تعيش طول عمرك. يلا مريم انا دوكا كانت تدير واحد الصلصه تاع الطماطم. صلصه
صلصه تاع طماطم دوك ضفتها هنا. وما هو الاسم تاع المنتوجات هادو؟ منتوجات لاتين. لا منتوجات لاصوص طوماط اللي دارتها. ايه بصح الاسم تاع لامارك تاعهم واسمهم؟ لامارك تاع لاصوص طوماط لاتين. لاتينا لاتينا معليش معليش يلا قادي برك معنا دوك يشدوا دوك يشدوا رقم الهاتف تاعك ولي كوردوني الخاصين بك. شكرا سيداتي وصحة فطورك. كيفاش راني نسهل لهم في لي كيستيون؟ وي كاين واحد راهم محظوظين سليمة. كاين واحد يسهل قدي راهم محظوظين. باسكو علاش؟ حسيت بهذاك الاحساس تاع اللي يحكموا من الغزال وما يعيطوا ما يحكموش. شفت كيفاش؟ غير يحكموا يربحوا. انا شوف في الصفحه تاعي ظل يقولوا لي رانا نعيط وراني اربع سنين وانا نعيط مانيش نحكم عباك غيضوني. يسمى ماذا بينا كي اي واحد يعيط لي ان شاء الله باذن الله يحكم. تفضلي مريم. اذا هنا عندي الفخوماج لو موندور، عندي هذا الخاص بالليغراتا وعندي تاع ليغراتا لا غرانتانيا. اظن انه راهو هنا سليمان من فضلك شوفي له هنا ما ديريليش فرق فجائي باحثيني ديرك لا غرانتانيا هاوليك جيبهولي تاع ليغراتا هذاك سبيسيالمون تاع ليغراتا باش نقول لكم باللي لو موندور عنده لا جام ما شاء الله كيما هو كيما لي برودوي تاع بلاط كذلك عندهم لا جام ما شاء الله وكل انواع تاع لا شاركوتري اللي نحتاجوها خاصه في الحفلات ديالنا في المملحات في لي سالاد نقدروا كامل نستعملوا لي برودوي بلاط نفس الشيء لي برودوي لو موندور نستعملوهم في لي غراتا في لي سوفلي نستعملوهم في لي ميني بيتزا في كل حاجه هي طريقة يعني لوتيليزاسيون تاعهم فقط هي اللي تلعب دور. فوالا عندي هنا لو فرماج نزيد نرابي شوية. هايا ها لا غراتانيا. فوالا هذا تاع لي غراتان. هذا نوجدو بعد راح نضيفو مع الاخر كامل. اي مليحة لاصوص بيان كاع نبداو لو مونتاج وي سي بون نضرمي لها معدنوس لا حتى حاجة نديرو معدنوس بيان سور سليمان والزيتون الزيتون نضيفيه وي بيان سور فوالا توجد مكالمة مريم تفضل السلام عليكم الأخت يمينة مساء الخير سليمان واش راكي؟ واش راكم لاباس؟ صافا الحمد لله وانت الله يبارك عندك طاقة وصاي مريم طاقة إيجابية لاباس الحمد لله يا مينا واش راكي؟ والله غير لاباس مريم الحمد لله كي حكمتكم يا سيدي مفاجأة كبيرة كي حكمتكم شحال ولا نعيط دوك نصعب لك السؤال أمل وعلى مسكينة يا مينا دوك نصعب لك السؤال يا مينا نعم دوك نصعب لك نعطيك سؤال صعيب شويه ما نسمع فيك نسمع فيك بعيد منين راكي تعيط لنا يا مينا منين؟ نعيط لك من بول فار قدام سد حرشة الله يبارك تحية كبيرة لك سيداتي بارك فيك واش راكي؟ أنا نسمك سليمان أنا نديرك بيدي واش راكي مع رمضان واش راكي لاباس؟ قلنا غير شوية 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 مع رمضان هاكي جايز هاكي طيبي راكي تنشطي مزالة البركة أختي العزيزة شوف سليمان أنا نطيب حوايج أنا وليدي برك أنا وحدي في الدار ما شاء الله الشربة هذيك اللي درتها تاع الفريك أه سيد شربة الظلمة سيد بزاف حوايج ربي يخلي لك صحتك ان شاء الله ويخلي لك وليدك ما نحكموكش سليمان ما نحكموكش نعيا ونعيطوا ما نحكموش ان شاء الله تحكمينا ان شاء الله تولي دائما تحكمينا والله غير يدي فشلت هكذا فشلت يدي وما حكمتك اليوم هاي مفاجأة حكمتك الله يطول عمرك شوفي باش تربحي معايا ان شاء الله في المسابقة تاع اليوم لانا دايرينها ها؟ نعطيك واحد السؤال سهل هيا قول لي عليه ما هما لي زيبيس برك اللي دارتهم مريم هنا انت درت درت واسمه الزبده انت لو كانت غلطي دوك نقول لك مبروك عليك درت فيانداتي درت الزفن لي زيبيس برك ما تصعبش خلاص سيبو فلفل الكحل والملح يعطيك الصحه شكرا جزيلا يا مينا درت الطوماطيس انتينا هذيك الطوماطيس يحفظها الدرس ما شاء الله انتينا ولا شعيطوا لها لاتينا لاتينا ولا لازم تعيطي لنا كل يوم انت مادام
كل يوم تعيطي إيه شانتي شحال عيطت شحال عيطت وما حكمناش سليمان شحال عيط وانا ما حكمتش ان شاء الله تولي تحكمينا مليون الله يبارك عليك ما شاء الله يسلمك تعيش سلمي على وليدك وقولي له يتهلا فيك نعم وليدك سلمي عليه وقولي له بالخير وقولي له يتهلا فيك هم تهلي فيك سليمان انا وحدي في الدار انا وليدي برك انا ما عنديش العيال انا وليدي برك شحال في عمره شحال في عمره وليدك شحال في عمره نعم وليدك شحال في عمره في عمره 30 سنه الله يبارك هم تهلي في يماه والله غير لاباس الحمد لله كثر خير ربي سليمان اي الحمد لله سلمي عليه وقولي له قال لك الشيف سليمان تهلا في يماك يماك هي الصح في الدنيا هذه سليمان تهليت انا غير انا وياه باباه متوفي عايشه انا وليدي الله يطول في عمركم ان شاء الله ما شاء الله عليك بالخير هيا قعدي معنا ما تكوبيش باش تقولي لهم اسمك ولقبك ورقم الهاتف تاعك ان شاء الله تكوني بلاكي من ربي ان شاء الله بلاكي تغلطي تكوبي ان شاء الله قال اخي تهلاي في روحك سلم على مريم وقال صحابتي الله يسلمك سيداتي شكرا 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 ما شاء الله عليها طاقه ايجابيه 100% الله يبارك شكرا سيداتي شكرا اذا هنا مشاهدينا واش درت راني في الطبقات قرعه شويه قليله مي لكن هما يحبوا يديروا يكثروا لهم الاختيار يقدروا ثاني يديروها هكذا بالبطاطا كيما يقدروا يديروها بالباذنجان كيما كذلك يقدروا يديروها بالشيفلوغ باش نتفاهموا يكون المهم مقلي لو شوا كاين لو شوا كاين هات برك يعني الوصفه التابليكا كيما درناها يلا اذا طبقه واحده اخرى طبقه رقم 2 قبلها يديروا الجبن المبشور اه على كل ما نديروا طبقه نحطوا الجبن المبشور ديالنا صح هذه الطبقه الاخيره نكملوا هنا لا كورجيت ديالنا ونغلقوا كامل مغرية رخيصه 2500 على 2005 ومام شابه اللي ما يحبش يدير دولما مليحه لي غراتان مليحه بزاف امور نقدروا نديروا اها واش بك مريم للوقت يلا نكملي لهم هذه برك مازال عندنا شويه الوقت مليح هذا بهذا الشكل شوف انا هدايا ما نلوحوش سليمان بيان سور هذا تاع الكورجيت بزاف روعه بنه كبيره نكمل باقي الصوص اللي قعدت ديريها لي. كامل من الفوق ديرها كامل من الفوق ما ياكلوا غير من الفوق دوكا لا لا ياكلوا كلش قصر هنا بشويه يا ربي شحال سقى منا هاد هنا تقدر ديرها ثاني بالبلوند بولي راح تجي روعه هنا حندير واحد لاصوص راح نديرها نجيبو ان ريسيبيون صغير نديرها بلا كريم فريش و الفرماج سي بون خلاص مريم سي بون راح نديروها بلا كريم فريش و الفرماج بهذا الشكل عندي شويه جبن الموندور لا غرانتانيا فوالا هذا سبيسيالمون لي غراتان تفضل طري بيان وعندي هنا لا كريم ليكيد ديالي لا كريم ليكيد تاعي صح نجيب الفوي مريم علاش نروحوا فيه زوج خي كي تشوفيني راه تقعدي هنا تلفت لي اذا عندي هنايا الفرماج ديالي هذا الفوي سبيسيالمون نزيدو له شويه معدن وسمك الله من بعد راح نزينوه بالطوماط سوغيس هنا نضيفو راح نديرو شويه ملح نديرو عليها ملعقه تاع زيت الزيتون هنا نقدروا نديروا حبه بيضه نشوف الا عندنا البيض سليمه نديروا ولا ما كاش اختياريه اه عندنا جيد حبه بيض نقدر نخلط لك المكونات هذو اه خلطهم في العطين نجيبوا هذيك الحبه بيض ادي شراو طايب هذا كلش طايب كامل الوقت بزاف 10 دقائق فور ماكسيم على درجه عاليه هنا توجد كلش ودير له غراتيني في الفور روعة راح تجينا هاد الكغاتا بزاف رائع فوالا فوالا ها
هنا نكملوا الطبقه الاخيره. راكم شفتوا واش درت فيها، نضيفوا عليها الجبن المبشور وشي قلتي تاع لا طوماط. فوالا، وهذه لا طوماط هذه عفوا طوماط سوريز هنا اختياريه، مام تعطينا لون جميل للطبق تاعنا، وكذلك اللي يحب الطماطم هنا رائع. شوفوا الشكل تاعها جميل جدا. اذا مشاهدينا راح نحطها في الفرن على 200 درجه، لانه كل شويه خشنا اللون جوست حنا تتحمر لنا، من بعد نحطوها في صحن التقديم. اذا مشاهدينا يلا ندو فاصل، نعاودوا نرجعوا لكم باش نشوفوا التحليه تاع نهار اليوم. يلا مشاهدينا رجعنا لنهاية العدد تاعنا اليوم، الوصفة تاعنا راهم واجدين. أنا الوصفة الأولى تاعي كانت عبارة على لازانيا تاع لاكورجيت، شوفوا الشكل تاعها النهائي جد رائع. راح نقسم لكم، يعني هي مازال ما شربتش باش نتفاهموا، لازم تشرب تماما حتى وين تشد روحها من بعد باش نقسم. ولكن أنا نوري لكم القوام تاعها كيفاش يجي، والريحة تاعها راهي ما شاء الله. شوفوا الشكل تاعها جدو رائع. فوالا، اذا هذه هي وصفتنا تاع نهار اليوم. نمروا للتحليه تاع سليمان، تفضل. مشاهدينا الكرام، بالنسبه للتحليه تاع اليوم كانت عباره عن تشيز كيك بالشوكولا. شوفوا برك انا طلع شويه تاع لا ديكوراسيون على حساب لو تيم اللي استعملنا، شويه تاع الجوز، طلع شويه تاع الجوز مكسر من الفوق، والكلاصاص والشوكولا قلت لكم انا حبيت نبدل لكم باش يكون عندكم لو شو. هنا نقطعوها. نعطيك اسيت سليمان؟ راح نعطيهم غير وحده هكذا دبر راسك. مازال ماهيش بارده، مليح خليها معليش ما خسروهاش مريم، ماهيش بارده بيان حتى تشد روحها. هنا مشاهدينا الكرام خلوها حتى وين تشد روحها مليح في الثلاجه، قلت لكم على الاقل ساعه. قطعوا هذه ترونش وقدموها، راح تكون روعه. هذا التشيز كيك على بالي بلي حتعجبكم بزاف 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 بزاف. هنا نكملوا برك السهره تاع رمضان ولا هاد التحليات، نجوزوها ان شاء الله مع مسعد الصود. هذوما المشروبات الغازيه. هنا واش مليوكو اناناس. يلا مشاهدينا الكرام بقى لي نقول لكم امسيه سعيده، ويعطيكم الصحه وصحه فطوركم، وقعدوا دوما الاوفياء لبرنامجكم. مريم صحه فطورك. صحه فطورك سليمان، مع السلامه. قدم لكم هذا البرنامج برعايه المرجان، مع المرجان ديما فرحان. قدم لكم هذا البرنامج برعايه ماكويزين. قدم لكم هذا البرنامج برعاية هذا البرنامج قدم لكم برعاية Elegance Plus. Discover the best luxury cooker collection. Max Stove. Max de qualité. Max de confort.